حادث الطائرة بتشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة الظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرف، وين ما بعرف. قد يتحول مأتم تشييع جنازة أحد الرؤساء إلى مسرح لجريمة كبيرة قد تؤدي إلى وقوع قتلى بينهم من عدد من الشخص، يعني شخصيات بيكونوا بقلب هالجنازة يلي هي مأتم يعني جنازة أحد الرؤساء. أحد الرؤساء بينهم عدد من الشخصيات بيصير في كارثة ومنشوفها على الإعلام، حالات من الاختناق. بيموت حدا إلى جريمة قلت؟ إيه جريمة. خلال جنازة أحد السياسيين أو الرؤساء في جريمة تقع. نعم. كذب المنجمون ولو صدقوا، جملة رددها الكثير من الأشخاص بعد انتشار تنبؤ سابق لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد ما ربطوه بحادثة الرئيس الإيراني. فما القصة؟ ليلى عبد اللطيف دائما تثير الجدل بتوقعاتها وتصريحاتها التي تتحول دائما لترند، واللي عادة بيتناولها الكثير من الأشخاص للتسلية ولا يؤخذ كلامها على محمل الجد، ولكن مع سقوط طائرة الرئيس الإيراني عاد الجدل حولها. تحدثت عبد اللطيف بحلقة رأس السنة مع الإعلام اللبناني نيشان عن عدة توقعات مختلفة ومقلقة، أبرزها عن حادث الطائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد بالأشهر الأولى من هذه السنة، وسيبقى العالم والإعلام تحت الصدمة لمعرفة الظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. الأمر لم ينتهي هنا مشاهدينا. ليلى أضافت أن هناك حدث دامي كبير سيحدث خلال جنازة الرئيس، واللي رح يحصد أرواح كثيرة من بينها عدد من الشخصيات المهمة، وهذا الشيء أثار قلق البعض بالتزامن مع تشييع جنازة الرئيس الإيراني.